الامور ممكن تتغير بسرعه كده، يعني ممكن ثالث العالم يخرج بالشكل ده، والكلام على كرواتيا من بطوله اليورو. وهل منتخب ايطاليا اللي ما قدمش اي شيء يذكر في البطوله دي كان فعلا هو حامل لقب النسخه الاخيره؟ خلينا ناخد راي واحد من نجوم منتخب كرواتيا ونجوم نادي اتلانتا السابقين، ايجور بودان نجم كرواتيا السابق، وضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. ارحب بيه طبعا في البدايه واشكره، اهلا وسهلا بيك وشكرا طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا. Buonasera, buonasera a tutti. Hello, جميعا. يعني الحقيقه يعني ممكن كنت ابدا الحوار بكلمه هارد لاك، بس اعتقد انه اللاك او الحظ والتوفيق ملوش اي علاقه بخروج كرواتيا ثالث بطوله كاس العالم الاخير، لانه الحقيقه منتخب الكرواتي ظهر بصوره مختلفه تماما، نقطتين فقط من ثلاث مواجهات خاضهم في البطوله، ولم يستطيع حتى التأهل للأدوار الإقصائية. رأيك في الأسباب اللي أدت لظهور منتخب الكرواتي بالشكل ده؟ بكل تأكيد كلنا اعتدنا أن نرى كرواتيا بشكل متألق، لم نعتد أن نراها بهذا الشكل أبدا، لم نعتد أن نرى كرواتيا بهذا الشكل الذي رأيناه هذا العام. كرواتيا التي تحوي الكثير من اللاعبين الكبار، كرواتيا التي كانت في المونديال السابق على وشك أن تفوز أيضا بالمونديال. كرواتيا، أقول أن كرواتيا الآن نستطيع أن نطلق عليها كرواتيا الرجل العجوز. كرواتيا كلنا خذلنا من كرواتيا، كلنا إلى الآن لا نستطيع أن نستوعب ما تم بالنسبة لكرواتيا. بالنسبة لكرواتيا كما قلت لكم، هي منتخب العجوز الذي لا يستطيع أن يدافع حتى عن نفسه، وكما قلت أن وشبهت هذا التشبيه أيضا في لقاء صحفي، قلت أن كرواتيا مثل الرجل المحاصر الهزيل الضعيف الذي لا يستطيع أن حتى يقاتل أو يدافع عن نفسه. كرواتيا بكل تأكيد كانت منتخبا كبيرا، ولا نقول أنها فقدت أهميتها ولا فقدت الحظ في استعادة نفسها من جديد، لكن هذا بالنسبة لي يعود إلى أسباب رئيسية وافتقاد العناصر الشابة. رأينا أن كرواتيا أيضا تفتقد الروح الكرواتية. طب خليني أسألك بمنتهى الصراحة، يعني بعد تحقيق منتخب، وأنا متفق معك طبعا أنه منتخب كرواتيا على مستوى الأسماء بيضم على مستوى الأسماء كسكواد يعني لعيبة على أعلى مستوى، هل كنتم منذ تحضير المنتخب للبطولة أو استعداد للبطولة مع اختيارات داليتش، وإلى أي مدى بتشوف أنه هذا الجيل من اللاعبين هو اللي يتحمل مسؤولية الخروج ده، ولا المدير الفني بإدارته لسيناريو المواجهات الثلاثة في دور المجموعات؟ لم أفهم جيدا. يعني هل تعتقد أنه داليتش أحسن اختيار للسكواد اللي يمثل منتخب كرواتيا، ولا كان عليه أنه هو يعيد حساباته في بعض الأسماء؟ قول لكم كما تعرفون كلكم جميعا أنه لوكا مودريتش عنده 39 عاما، نقول أن أيضا افتقاد العناصر الشابة هذا ما غاب عن عقل المدرب داليتش لمجاراة الرتم السريع الذي دائما ما كان حاضرا لدى المنتخبات الأخرى. لابد أيضا أن كنا نصارع ونقاتل نحن، كما رأينا أن أهم ثلاث عناصر على صعيد خط وسط المنتخب الكرواتي أعمارهم فوق 30 عاما، لذلك نحن نفتقد الشباب. من سيصارع المنتخبات؟ ليس فقط أن المنتخبات الكرواتية ليس لديهم الخبرة، ولكن الخبرة وحدها لا تكفي. يعني برضو كنت نجم في الدوري الإيطالي، كنت واحد من نجوم أتلانتا، ازاي شفت خروج ايطاليا حامل اللقب واحنا بنتكلم على اثنين من اهم المدارس الكرويه في اوروبا، في الوقت اللي بتتاهل فيه النمسا، في الوقت اللي بتتاهل فيه سويسرا، في الوقت اللي بتتاهل فيه جورجيا، ازاي بتشوف تغير خريطه الكره في اوروبا بعد خروج كرواتيا وايطاليا؟
Allora, l'Italia بالنسبة conosco molto bene لإيطاليا Luciano أعرف Spalletti perché è stato uno أعرف dei primi سباليتي allenatori in Italia quando جيدا، sono وأعرف venuto أنه من molto giovane المدربين dalla Liga della الكبار Croazia في e mi ha aiutato إيطاليا، tanto, devo dire che وأنا non sono قابلت allenatore. Il سباليتي problema dell'Italia أكثر من sicuramente مرة وتحدثنا كثيرا. da un po' di كما anni تعلمون أن ormai مسيرتي الكروية ci sono قضيتها tante في campo إيطاليا. سباليتي له allenando عقلية allenatori di جيدة، ottimo livello ولكن نقول magari أنه Spalletti ha allenato كان giocatori di مهزوزا، altissimo كان livello, perciò sicuramente non مترا sono l'attore في اللعب. professionale che deve lavorare نقول tanto دائما come ونكرر أن questo الحافز المعنوي conferenza هو stampa السبب oggi الرئيسي في إعلاء praticamente القيمة hanno tutto للاعبين وفي إحراز sbloccato أيضا dal punto di vista الأهداف sportivo وفي con questa التفوق والتألق للاعبين. nazionale سباليتي e altre persone che sono كان sicuramente لا molto يستطيع attenti insieme. تقييم Non ci اللاعبين sono le scuse perché بشكل l'Italia è un جيد. paese importante dove la ليس هناك pressione sportiva اعتذارات، لأن sicuramente إيطاليا sentono tanta وكرواتيا لا pressione يقارنون أيضا بغيرهم، e ومن tutto قبل questo كانت إيطاليا حاملة purtroppo اللقب. probabilmente إيطاليا con la Svizzera أنا che ha dominato أحبها comunque la بمثابة partita أيضا كرواتيا، è لا una تقل nazione che ha tanto لا يقل talento, حبها tanti بالنسبة giocatori لي con عن una كرواتيا. grandissima qualità, لدي un لاعبين giocatore كبار، svizzera لكن oggi يتم توظيف non mi ha اللاعبين sorpreso ieri بشكل خاطئ. أقول ascoltare أن perché إيطاليا anche delle تحتاج partite إلى precedenti non مدرب è ذو stato شخصية benissimo valutato. قوية غير Adesso sicuramente سباليتي l'Italia له ha عقلية، bisogno ربما بعض الشيء مرنا مع له عقلية نوعا ما يقول علي nazionale forte. المدربون الكبار أنها عقلية غريبة. طيب هرجع لمنتخب كرواتيا مرة تانية، وانتم بتستعدوا طبعا في الفترة القادمة يمكن خلال شهور بسيطة لمشوار ولا تصفيات كأس العالم. هل تعتقد انه الرهان على داليتش سيستمر كمدير فني لمنتخب كرواتيا؟ وهل هل تعتقد انه آن الأوان، حان الوقت لتجديد دماء المنتخب الكرواتي؟ وهل بالفعل في جيل من وجهة نظرك جاهز انه يشيل الراية او يتسلم الراية من بعد جيل لوكا مودريتش؟ ancora non ha, secondo me non mi بالنسبة لي sorprenderei che لا continui ancora لا l'anno in questa أتوقع forma. أنه سيستمر. Lui è un professionista, un esempio, ما però ho già أقول أنه detto non ha مدرب ancora ذو detto خبرة، لكن continuo o أنا no, però الأوان oggi ha أنه mostrato لا un post يستمر su مع Instagram كرواتيا. أنا الأوان dove لمدرب sta ringraziando un po' tutti, يدفع dove بالشباب، specifica أنا الأوان tantissime altre لمدرب cose, però non ha parlato لديه di questo. العقلية التي Perciò يمكن secondo من me خلالها ha استشارة incontrato un أيضا altro Real Madrid اللاعبين potrebbe أنفسهم، essere difficile anche con la nazionale. لوكا مودريتش وغيره من اللاعبين انقضى زمنهم. من خلال متابعتك للبطولة لغاية دلوقتي، بطولة اليورو، مين المنتخب اللي كان مفاجأة بالنسبة لإيجور بودان؟ مين المنتخب اللي جه من خارج التوقعات أو اللي لفت نظرك بمستوياته وأدائه ونتائجه؟ Allora, sicuramente بكل vedendo التأكيد due giocatori della Spagna come Williams, أرى come Chamartes, che لاعبين è un piacere متألقين، vederli وهنا لا giocare. Perciò أتحدث è di عن grandissima qualità, الفرق، لكن grandissimo أيضا رأينا talento بعض اللاعبين che الذين riescono tutti i حققوا giorni a fare grandi المفاجآت differenze in campo. بالنسبة لي. Ci sono anche qualche giocatore هناك أيضا della Svizzera che ieri ho visto بعض assolutamente اللاعبين forte من per il سويسرا cognome, الذين però رأيتهم بالأمس، وحقيقة soprattutto quelli due لا che أتذكر rischia anche الأسماء، لكن Chamartes, لابد secondo أن me, نصوب è il loro club التركيز نحو هؤلاء اللاعبين. che sono رأينا giocatori العديد من aggiunti di grande valore المفاجآت، alla Spagna. وسنرى العديد من المفاجآت. مين ترشحه للمنافسة على اللقب، أو مين الأقرب، منتخب الأقرب لتحقيق لقب اليورو من واقع المباريات اللي تابعتها من بداية البطولة؟ Non ho sentito bene, scusa. عفوا لم أسمع السؤال جيدا. يعني من متابعتك لبطولة اليورو، هل شايف إن في منتخبات قدمت المستوى اللي تخليك ترشحها لتحقيق اللقب؟ شايف المنافسة على اللقب هتكون بين أي منتخبات من وجهة نظرك؟ Non ho capito bene la domanda, chiedo scusa. عفوا، عادت السؤال مرة ثانية. بسألك على المنتخبات اللي شايف إنها قدمت أوراق اعتمادها أو مرشحة، مستويات اللي قدمتها، الكورة اللي لعبتها ترشحها لتحقيق اللقب السنة دي أو للمنافسة على اللقب. إسبانيا على سبيل المثال، يعني أنت وجهة نظرك إيه؟ مين المنتخبات اللي ممكن تكون قريبة من نسخة اليورو 24؟ Mi dispiace, non sono riuscito a يؤسفني capire bene الإجابة على هذا السؤال، لم la domanda.
أنا لم أفهم هذا السؤال جيدا ولم مين أسمع بشكل جيد. ايه هي اسماء المنتخبات اللي بترشحها للمنافسة على لقب البطولة؟ مين الأقرب يعني ما لتحقيق فيش لقب يورو 24؟ طيب احنا طبعا يعني يمكن هو الاتصال مش طيب، خلينا نتفق انه طبعا متفق الى جزء كبير جدا في جزء كبير مع الكلام اللي قاله، خصوصا فيما يتعلق بايطاليا. وانا يمكن لما استعرض مع حضراتكم النهارده ازاي رصدت الصحف الايطاليه خروج منتخب ايطاليا امبارح قدام سويسرا، وخصوصا انه طبعا زي ما ايجور بودان طبعا نجم اتلانتا ونجم كرواتيا كان بيقول انه سباليتي واحد من اهم اسماء في الكره الايطاليه على مستوى التدريب في السنوات الاخيره، فالامال كانت كبيره جدا على منتخب ايطاليا في البطوله، وخصوصا ايضا انه مش بس حمل اللقب، لكن مقارنه اسم مانشيني المدير الفني السابق لايطاليا مع تجربه سباليتي كانت حاطاه تحت ضغط كبير جدا، وده اللي شفناه من خروج ايطاليا. طبعا ردود الافعال، انت بتتكلم على منتخب فشل في التاهل لكاس العالم في اكتر من نسخه، ايطاليا بجلاله قدرها بانديتها الكبيره الانتر والميلان واليوفي ونابولي وروما بالنجوم الكبار اللي بيلعبوا في الدوري الايطالي بالتاريخ الكبير جدا للانديه الايطاليه وللمنتخب الايطالي في كل البطولات اليورو وكاس العالم، لما تفشل في التاهل لكاس العالم في اكتر من نسخه، لما تخرج من دور ال 16 على ايد منتخب زي سويسرا اللي بقى طبعا ليس تقليلا من شان منتخب سويسرا، لان الكوره ما فيهاش كبير، الكوره لا تلعب بالتواريخ ولا بالارقام ولا بالاسماء ولا بالقيمه التسويقيه، الكوره في الملعب 11 قدام 11، وده اللي اثبتته البطوله دي. احنا كان النهارده بنتكلم على توديع كرواتيا وهي ثالث عالم في النسخه الاخيره ووصيف عالم قبل كده، وتوديع ايطاليا بطل النسخه الاخيره لليورو، لكن ما زال في منتخبات اعتقد هيتفق معايا ايجور بودان على انها ما زالت محتفظه بقيمتها. ايجور بودان مره تانية برحب بيك، كنت بسالك يمكن على المنتخبات اللي من وجهة نظرك مرشحة لتحقيق اللقب، مين المنتخب اللي شفته وتابعته شايف انه الأقرب لتحقيق لقب يورو 24؟ بكل تأكيد أسبانيا وفرنسا هم الأقرب لتحقيق اللقب، وسيكون هناك المفاجآت، وأنا أقول أن هذا اليورو هو للمفاجآت، سنرى العديد من المفاجآت. رأينا المنتخبات تنفض عن نفسها الغبار، لكن يعجبني كثيرا وأرجح وأرشح بقوة إسبانيا، وأقول أنها مرشحة بقوة. هذا أنت بتكلمنا دلوقتي، أنت حاليا موجود في إيطاليا مظبوط؟ كوزا عفوا اعاده السؤال. انت موجود في ايطاليا دلوقتي مش في كرواتيا، يعني حاليا انت موجود في جنوب ايطاليا، كنت عايز اسالك على ردود الافعال في ايطاليا على خروج المنتخب الايطالي بعد الخساره من سويسرا. ناتيمو طيب خلينا طبعا بشكر ايجور بودان، يمكن في بعض المشاكل التقنيه عندهم هم